لا والله الحمد لله، ماتش النهارده علي كان عامل مفاجآت كبيره جدا. كسب مازن هشام مصنف رقم 6، وكسب مروان شرباجي برده مصنف رقم 8. ماتش كان صعب قوي النهارده، بس الحمد لله يعني قدرت ان انا اخلص 3-0 يعني. وعلي ما شاء الله عليه الصراحه، طالع بسرعه الصاروخ، واتمنى له كل التوفيق. وبارك برده كريم عبد الجواد على المكسب بتاع النهارده، مكسب غالي جدا. مصنف رقم 2 بول كول. ماتش بكره مش هيكون سهل خالص، ماتش صعب علينا احنا الاثنين، كنا لسه لاعبين الاسبوع اللي فات في السيمي فاينال بتوع البلاك بول. قدرت انا اكسب 3-2، بس ماتش رايح هنا او هنا. واهم حاجه الحمد لله ان اول 4 مراكز مصريين، ودي اهم حاجه، وان شاء الله البطوله تطلع مصريه في الاخر. لسه فعلا ملاحظ ان احنا 4 مصريين الحمد لله في يعني احسن بطوله في العالم في الجونه هنا، 4 مصريين في السيمي فاينال، حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا. والحمد لله يعني برده كان في دييجو الياس طارق مؤمن قدر ان هو يتغلب عليه، وكان في برده كول كريم النهارده كانت مفاجاه كبيره جدا، قدر يتغلب عليه 3-0. فالحمد لله والله، وده طبعا يعني فضل كبير قوي من ربنا، والحمد لله بطوله في الاخر مصريه الحمد لله. ضغط كبير قوي الصراحه يعني، يمكن بلاك بول كان بطوله خلاص خلصت من ثلاث ايام قبل بطوله الجونه، ماتشات على طول سريعه ورا بعض. بس الحمد لله يعني الريكفري على اعلى مستوى، معايا يعني مدربيني، ومعايا طبعا يعني الحمد لله الدعم الجماهيري برضو كبير جدا، دعم جماهير مصر وبالاخص جماهير النادي الاهلي معايا ورايا زقوني. يمكن الفتره اللي فاتت مش احسن فتره ليا، بس الحمد لله قدرت ان اكسب بطوله الباك بول، وهنا الحمد لله في سيمي فاينل. ان شاء الله يعني اهم حاجه بطوله مصريه، وان شاء الله يعني ربنا يستر، ان شاء الله ممكن اكسب بطوله.